أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء مشاركة إيران في مفاوضات أستانا بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار. وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن دعم طهران لنظام الأسد يزيد من شدة النزاع ومن معاناة الشعب السوري. يأتي هذا فيما تشهد العاصمة الكازاخية جولة مشاورات تمهيدية بين ممثلي روسيا وإيران وتركيا قبل يوم من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات السورية. وسيناقش ممثلو الدول الثلاث مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر في مدينة إدلب وضواحيها.